استقبل سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على نحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهم السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالسادة المرشحين مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري ومشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنيه من جانبهم حرص الساده المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئه للسيد الرئيس مشيدين بنجاح العمليه الانتخابيه وبالاقبال الهائل من المواطنين على المشاركه في الانتخابات بما يتفق والمصلحه الوطنيه العليا ومعربين عن خالص تمنياتهم للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح الوطن التي تعد الهدف الاسمى لكافه الاطياف السياسيه الوطنيه خاصه في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقه بتحديات جسيمه واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد عرض الساده رؤساء الاحزاب لرؤاهم السياسيه حول كيفيه تعزيز جهود التنميه الوطنيه خلال المرحله المقبله مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحه مصر والمواطنين حيث ثمن السيد الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة مؤكدا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونا جوهريا لتطور المجتمع وسمة أساسية للجمهورية الجديدة